عملنا هوم ورك ولا عملش هوم ورك؟ السلام عليكم. ازيك يا ادهم؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ازيك يا مريم؟ ازيك يا هبه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ ملك ناس صاحيه، مش بدري، ناس كتير مش موجوده النهارده. اوكي طيب، احنا في اخر مره عملنا الهوم ورك ولا ما عملناش هوم ورك؟ في اي حاجه صعبه وقفت معانا المره اللي فاتت؟ في حد عنده مشكله في اي حاجه نحب نراجعها مع بعض في الدرس اللي فات؟ احنا اخر مره كنا بنتكلم على ايه؟ اخر درس اللي فات كنا بنتكلم على ايه يا ادهم؟ مين فاكر؟ يلا بينا. ها يس 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 كوريكت. طب كنا بنقول يا مريم عن الانرجي؟ انرجي كان تشينج فروم وان ستيت تو انذر، صح؟ قلنا انرجي كان بي ترانسفيرد، اوكي، اند كان بي اند كان تيك سيفرال فورمز، صح؟ خدنا كذا اكزامبل على كده، قلنا لو عندنا مثلا الكتريستي I can use this electricity to generate some heat, for example like the kettle, right? ممكن خدنا example تاني عن ال sun radiant energy، صح؟ احنا ممكن نستخدم sun radiant energy to create chemical energy. chemical energy في صورة ايه؟ في صورة food، صح؟ قلنا ايه كمان؟ قلنا ان sun energy could be created used to be transferred into electric energy. رايت right. خدنا اكزامبل تاني عن الكيميكال انرجي زي الفاول، قلنا ان الكرود اويل والبترول فاول بنزين اني ثينج از كولد فاول كونتينز كيميكال انرجي، رايت؟ وقلنا ان الكيميكال انرجي كان بي تشينجد انتو ميكانيكال انرجي اور كاينتيك انرجي، رايت؟ لايك فور اكزامبل خدنا اكزامبل الموتور سايكل. حد عنده اي سؤال؟ طيب ايه الفرق بقى بين السولار بانلز والسولار سيلز؟ very important question، اللي عايز يجاوب يرفع ايده. الفرق بين السولار بانل والسولار سيل؟ ايه الفرق بين السولار بانل والسولار سيل؟ احنا قلنا سولار بانل والسولار سيل، قلنا السولار سيلز دي انا دي اللي احنا شايفين كده بالظبط اهي قدامي، اوكي، دي could be used for what؟ could be used to generate electricity using sunlight، اوكي، صح ولا غلط؟ yes. وقلنا ان السولار بانل could be used to generate what؟ heat or thermal energy، right؟ يبقى انا بيوز سولار. خلي بالك السؤال ده مهم جدا ولازم نأندرستاند ونفهم يعني ايه سولار بانل وسولار سيل، اوكي؟ طيب عرفنا كمان ان احنا وي كان يوز الويند انرجي تو جنريت وات؟ ويند انرجي كود بي يوز تو جنريت وات؟ الكتريستي. مش اخدنا اكزامبل على الويند توربين زي الاكزامبل دي اهي بالظبط قدامنا، صح؟ قلنا الويند توربين ذا ويند موفز ان ذيس دايركشن، رايت؟ The turbine rotates in this direction, right? When this turbine rotates, it generates what electricity could be used in at home, right? فاهم؟ شفنا كده؟ وقلنا كمان when we generate energy or when we generate electricity or when energy is transferred from one form to another, we create useful energy and what? ايه تاني؟ قلنا ايه؟ يا جماعة مش بنذاكر ليه يا جماعة؟ احنا كده مش بنذاكر خالص. أدهم أنت بتقرأ إيه؟ آدم مريم قلنا الـ energy it could be transferred into useful energy and waste، وخدنا example عن الـ waste زي إيه؟ زي مثلا الكار. الكار use what؟ use chemical energy، صح؟ the car use chemical energy to generate what؟ kinetic energy but some waste. yeah. بيحصل في هيئة ايه؟ heat from the engine sound from the engine، right؟
صح صح ولا غلط؟ Yes. وخدنا برضو Zero اكزامبل تاني على energy. الويست of an useful and good energy and waste energy like التلفزيون. قلنا الالكتريك انرجي is used by the TV صح؟ قلنا الالكتريك انرجي دي is used by what؟ used by TV. طيب when this electric energy is used by TV ايه اللي بيحصل؟ TV بيدينا ايه؟ بيدينا light بنشوفها. Light is useful. Yes and thermal energy Thermal is not. is waste. It's sound sound. sound is what is useful right؟ yeah that waste useful useful. اوكي اوكي حد عنده سؤال في حاجة طيب؟ طيب No. وخدنا قلنا في برضه very important note لقيت كنا ناخد بالنا منها ولقيت كنا احنا مذاكرينها ان electric energy light energy sound energy cannot be stored. اوكي this note is very important to understand. اوكي electric energy light energy and sound energy cannot be stored. اوكي تمام. وانا بعت لكم الشارت ديت قلنا قلت لكم تبصوا عليها تقروها for your understanding to increase your knowledge صح؟ الشارت دي اللي هيفهمها واللي هيقراها كويس واللي هيقدر يستوعبها موضوع الانرجي بالنسبه له هيبقى very very useful. ولما نخش في الساوند اعتقد انت دخلت في الساوند في السكول صح؟ ولا دخلتوا فين دلوقتي في السكول؟ اوكي في الساوند هتحسوا ان احنا خدنا شويه معلومات عن الانرجي is very useful with you during understanding your sound lectures. okay حد قدر يربط بين الكلام احنا قلناه في الانرجي والساوند اللي انتوا خدتوه في السكول؟ Yes. فاهم فاهم I did student ticket. انا عارف انتوا خدتوا الساوند في السكول انا بسألكوا حد قدر يربط او يعمل لينك ما بين اللي احنا قلناه في الانرجي during our session وبين السكول في الساوند فيما يخص الساوند؟ We did not take sound. We didn't take sound. We did not take sound. طيب وانت يا مريم؟ طب هنا طب رد عليا يا جماعة هنا أحمد هبة الناس اللي معايا أونلاين بيردوا ليه؟ Sound يوسف ازيك يا Good يوسف؟ morning. جود مورنينج يا حبيبي جود مورنينج يا حبيبي ازيك عامل ايه؟ الحمد ذاكرت لله. الحمد لله فاهم معايا الليكتشر لحد دلوقتي؟ متابع معايا ولا كنت مش متابع؟ أنا لسه داخل حالا بس أنا يعني أنا معايا الورق اللي حاولت أبعته. طيب يا حبيبي في عندك اي سؤال في حاجة فاتت المرة اللي فاتت قلناها؟ كان عندي سؤال هو ازاي الـ energy بيبقى transfer؟ ازاي بيتغير من one form to another؟ بحاول احنا خدنا المره اللي فاتت احنا ويجي نحط الكيبل ان ذا الكتريك سوكت كيبل ترانسفير الكتريك انرجي رايت فروم ذا الكتريك سوكت تو وات تو ذا تي في يبقى الكتريك انرجي اللي موجوده في السوكت از ترانسفير تو ذا تي في صح والتي في يوز ذيس ايه يوز ذيس انرجي صح اهو حتى خدنا الشارت دي خدنا الشارت دي مع بعض فاكر اهو عشان خدنا الشارت دي مع بعض صح انت نسيت صح راجع الليسون بتاعتنا هتلاقي نفسك افتكرت ان شاء الله. اوكي طيب حد عايز يسأل سؤال تاني؟ مين؟ انا بس في حاجه كده مش فاهمها قوي اللي هي الالكتريكال انرجي. طيب اتفضلي. مش فاهمه هي ازاي يعني Electric energy is generated through some equipment. Okay, some equipment. لسه لحد دلوقتي مش يعني انت مش مطلوب انك تعرفي هي بيحصل لها generation ازاي. It is very complex way. Okay, بس هديك example بسيط جدا. في بعض الماشينز لما بتلف تعمل rotation movement. اوكي نتيجة الويند مثلا فور اكزامبل this rotation movement generate electricity. اوكي very easy يعني think about anything rotates okay in a specific machine when it rotates it generate electricity. اوكي how it is generated it is very complex idea, shape or very complex point we will study it later ان شاء الله.
okay, or you can search it Okay. in Google, but I don't want you to search it because it's very complex for you. Okay. 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 Thank you. ويلكم، يلا بينا نبتدي بقى الحصة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستر عندي سؤال. اتفضلي يا ملك. هو الويست انرجي بيروح فين؟ dissipated to the environment. dissipated to the environment يعني إيه dissipated to the environment؟ يعني بيروح في الـ environment البيئة اللي إحنا عايشين فيها. أوكي؟ for example أنا هديك مثلا الـ heat بتاعت العربية، لما العربية بتبقى ماشية كتير بتبقى very heat، very very hot، صح؟ Yes. وبعدين بنعمل اوف للانجن والعربيه بتقف، صح؟ بس still there is heat in the engine, right? Yes. When we use our car next morning بتبقى العربيه hot ولا cold؟ Good. طب الهيت اللي كانت في العربيه راحت فين؟ Dissipated your surroundings. ايوه راحت في الايه، في الـ environment، مشت الـ environment اخذت قدر ان هي ايه تحتويها تاخدها. اوكي؟ اي اني Will this wasted energy to the environment be will it pollute the yes yes there's environment? some waste of energy pollute and some don't pollute, and this is how we work. Engineers work on controlling the waste of energy as not to affect the environment badly. Okay. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي عندنا النهارده هيبقى يعتبر اخر درس ان شاء الله في الانرجي، وهنحاول نعمل سمرايز للدرس، وان شاء الله بعد الدرس ده في مفاجاه محضرها لكم ان شاء الله، فكروني بيها. اوكي. اوكي، احنا قلنا ان احنا في بعض الانرجي جوه، كان ولسه مالك سالاني قالت لي الانرجي بتروح فين. ده عنوان الدرس بتاعنا النهارده، وير داز انرجي جو. وير داز انرجي جو؟ طيب when something happen energy is transferred or changed، ده ما احنا قلنا يعني when something happen energy in this something is transferred or what or changed from one form to another، صح؟ from one form to another، صح؟ طيب some of the energy is wasted during transferring، ده اللي احنا قلنا زي ايه، زي الهيت، زي مثلا some sound، اوكي، زي الفريكشن، دي كلها energy is waste during transfer، صح؟ زي ما قلنا the car uses fuel to move، صح؟ but some of this fuel is transferred to what؟ fuel is transferred chemical energy، okay، is transferred to kinetic energy and what؟ and heat from the engine and sound، right؟ وقلنا الكاينتيك ديت اللي هي دي الموفمنت، دي ايه الموفمنت بتاع الكار، يوسفل ولا مش يوسفل؟ قلنا يوسفل. اوكي، طب الهيت والساوند نوت يوسفل، يبقى ايه؟ ويست. معايا؟ وده لسه شارحينه من شويه، ده كان مقدمه للانترو بتاعتنا للدرس بتاعنا النهارده. اوكي، كله متابع معايا ولا في عنده ولا في حد عنده مشكله؟ اوكي طيب، اذا كيميكال انرجي ان ذا فاول، the chemical energy in the fuel is used by the engine، صح، to make the car move. okay، to make the car move. okay، sorry wrong type writing. to make the car moves، قلنا the car moves يعني ايه؟ يعني kinetic energy، اي movement يعني ايه؟ kinetic energy، صح ولا غلط؟ طيب وقلنا kinetic energy لسه شرحناها فوق ان هي ايه؟ تعتبر ايه؟ تعتبر useful. kinetic energy is useful. kinetic energy useful، useful kinetic. okay، while heat is what؟ heat and sound is not useful، right؟ How about gravitational potential energy؟ is it useful؟ some of it is useful، other is not useful. okay، we will check it useful. okay، طيب but part of the chemical energy is converted to what؟ to thermal and sound as waste energy، ده اللي احنا سائلينه من شويه. واعتقد انا قدرت الخص لكم الكام بوينت ديت اللي موجوده في الدرس في اللي احنا شرحناه في الايه؟ في الاكزامبل بتاع الكور. صح كده؟ تمام. طيب. ناخد اكزامبل مثلا النهارده دلوقتي على some of the waste kinetic energy. قلنا الكيميكال انرجي is a kinetic energy is transferred into kinetic energy by movement of the car. thermal energy and sound energy. أو أنا حطيت الفيول in the car moves. Okay، the movement is a kinetic energy.
ثيرمال انرجي اند ساوند انرجي. طيب البوينت دي مهمه جدا، بنقول ايه؟ ان اونلي 25% اوف ذيس فيول از يوزفول انرجي. اونلي وات؟ اونلي 25%. 25% يعني ايه؟ يعني كوارتر اوف ذا انرجي is useful while the other 3 over 4 is not useful. اوكي نركز مع بعض، محدش يكتب حاجه، انا كاتب كل حاجه. اوكي يا يوسف، يوسف احمد، يوسف محمد. يبقى قلنا استاذ بس هم طلبوا ان احنا نجيب كراسه وقلم ومحايه وعشان ناخد نص، وطالبين برضه نفتح المايك ونفتح الكاميرا. انا يا حبيبي، انا طالب كل ده، انا طالب معاك نوت وبنسل، لو احتجته هقول لك استخدمه، بس انت لو مش جنبك ما تستخدموش. اوكي انا عايز بس تركز معايا. اوكي انا كده بكتب كل النوتس ديت، لو انت عايز تكتب حاجه مهمه اكتبها، بس مش على طول يعني، عشان ما تشتتش نفسك. اوكي ركز بس معايا، يعني خليهم جنبك، ستاند باي بس. if you wanted use it but if you don't wanted just concentrate with me. اوكي يبقى قلنا تاني، يبقى ال waste energy is what 75% of the energy in the fuel is what is a waste. يبقى احنا لقينا ايه؟ لقينا هنا ان ال waste energy is bigger waste is more than what useful right. وهتلاقي دي دايما دي the rule of any energy conversion. ال waste energy is always more than useful energy. Okay, at least in some special cases. Only in some special cases بتلاقي useful more than the waste. But normal energy around us, normal energy you can check chemical energy, electric energy, kinetic energy, whatever. Most of them, the waste is more than the useful. Okay, and I gave you an example by the car. Okay, and the percentage. Okay, I think you are all familiar with fraction, right? All of you know that 3 over 4 is more than 1 over 4. Okay? Okay. طيب. Waste energy is dissipated and cannot be recovered. زي ما كنت لسه مالك بتقول لي ال energy بتروح فين؟ It is dissipated to the environment but it cannot be recovered. يعني ايه؟ لما يعني ال heat مثلا اللي في ال engine لما بيبقى dissipated to the environment I can't return this heat again to the engine. It's خلاص it's dissipated to the environment so it cannot be returned. اوكي تمام. احنا لازم برضو نبقى احنا عارفين حاجه اسمها انرجي ترانسفير دايجرام، دايما رسمه كده، ده انا رسمه يعني ايه ان شويه ديب ديتيلز خلاص، بس انا عايزك تبقى انت عندك فكره ازاي اقدر ارسم الدايجرام ده. This diagram is called what energy transfer diagram. Energy transfer diagram. Okay, you must know how to draw this energy transfer diagram. طبعا schematic drawing by your pencil, not by your colors and not very big like this. Okay, يعني ما حد يرسم زي ما انا ارسم كده بالظبط، هترسم بس ايه مجرد بوكس طالع منه سهم بيقول الكيميكال انرجي بترانسفير انتو وات؟ انتو كينيتيك انرجي اند ثيرمال انرجي اند ساوند انرجي. اوكي ذاتس فيري 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 سيمبل. اوكي حد عنده سؤال؟ طيب ناخد اكزامبل تاني. انا لو عندي الكتريك لامب اوكي زي ما انتم شايفين كده، الكتريك لامب تيكس وات؟ تيكس الكتريك انرجي، اند الكتريك انرجي ان ذا الكتريك لامب از وات از ترانسفيرد انتو وات؟ انتو لايت which is useful and thermal energy which is not useful. For example when you put your hand on any lamp you will feel heat but don't touch it. Okay you will feel heat. Okay but never touch a lamp, it will be very hot and you can hurt yourself. But if you get closer to the lamp you will feel some heat. Okay this heat is called what is called a dissipated energy, right or wrong? While the useful energy is only can be seen in what in the form of light. Okay so as you can see only 15% of the useful energy is converted into light while 85% is a waste energy. يبقى تاني هنا بلاقي ان الويست ماله is more than useful. حد عنده سؤال في حاجه؟ تمام اوكي. البويلنج ووتر، لو انا عندي كيتل او عندي فور اكزامبل اني باول بعمل فيها بويلنج للووتر، بلاقي ايه؟ ان الكيميكال انرجي ان ذا وود بيكوز اي يوز وود فور بويلنج ووتر رايت؟
it transferred into thermal energy to the heat to boil it. Okay, and thermal energy is only is also transferred to the metal, this metal part. Okay. Okay, metal. And thermal energy is transferred to what? To the environment in the form of what? Rocks and air. فاهمين معايا؟ حد عنده سؤال؟ يعني مين عنده سؤال؟ طيب ال environment بيتاك الايه؟ ال heat from the what؟ From the wood. And metal in the pole takes the heat from the wood. And water also takes the heat from what? From the wood or from the coal or from the fuel. زي ما اتفقنا قلنا احنا we use fuel to generate heat. يبقى انا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان انا هي this is only the useful right right and while these two energy are what are waste. اوكي اوكي تمام. لو جينا اخدنا اكزامبل عن ال climbing a hill كان واحد لسه بيسالني على gravitation potential energy could be useful or could be not useful right. اتفضل يا يوسف. طيب يا حبيبي انا عندي هنا عندي واحد is riding his bicycle is moving with what with a kinetic energy right and he and some of this kinetic energy is converted into what into gravitational potential energy as he goes up he gain what he gain what gravitational potential energy till he reach the top right. Once he reaches the top he can go down again losing what no lose yes exactly losing yes he's losing gravitational potential energy and gaining what and gaining kinetic energy lee when he goes down his speeds decrease sorry his speeds increase right when he goes down his speed increase so the gravitational potential energy that he gained here is converted into what into kinetic energy. حد فاهم ولا عايز اشرح له تاني الموضوع ده؟ حد عنده سؤال؟ حبيبي انا هبعت لك كل البيبرز دي هبعتها لك ركز معايا بس. طيب حد عنده سؤال؟ طيب يا جماعه نعمل ميوت عشان بس نركز مع بعض. The food gave us energy to ride the bicycle. And we start spinning. Okay, زي ما قلنا the bicycle gains what kinetic energy due to our spinning. Okay, and the kinetic energy is changed into gravitational potential energy when he reaches the top of the hill. Okay, and while he goes down, he starts to lose gravitational potential energy and gain kinetic energy in the form of what? Of speed and motion. Okay. لو انا عندي electric energy is given to a TV زي ما قلنا the TV is convert the energy into sound and light and thermal energy. قلنا sound is useful and thermal is what is a waste. Okay. Where did the electric energy come from? Only the electricity is generated in a power stations and that might use coal or natural gas. Okay, يعني electricity comes from what? From power stations that use coal and what? Or natural gas to generate the electricity. Coal and natural gas store what? Chemical energy. يبقى احنا we use the coal and natural gas which contains chemical energy to generate what? Electricity. Okay. طيب where did the energy come from? يعني energy in the cool come from what? Comes from the sun. ازاي؟ The sun generates what? Cool عبارة عن ايه cool أصلا؟ عبارة عن wood old wood that is generated into converted into what? Into cool. طب ايه اللي بيعمل generation للكول دوت؟ Our sun.
اوكي. طيب اور صن جيتس انرجي فروم وات؟ It's heat. No, energy in the sun is generated by a process called what? Nuclear fusion. Nuclear what? Nuclear fusion. Okay, I will explain this point for you. Okay. الدايجرام ده بيوضح ايه؟ بيوضح ترانسفير اوف انرجي فروم ذا سان تيل وي جنريت وات كول. يبقى احنا قلنا انرجي ان ذا سان، انرجي فروم ذا سان از جنريتد ثرو وات؟ جنريتد باي وات؟ باي ا بروسيس كولد ايه؟ نيوكليير فيوجن. اوكي طيب the sun gives energy to what؟ to trees. اوكي صح صح ولا غلط؟ اوكي trees give us ايه؟ يوسف بليز يا يوسف، انت عندك باك جراوند. يوسف بليز اعمل ميوت عندك، انت عندك نويز باك جراوند. طيب تريز جيف اس وات؟ جيف اس وات؟ فود. فود از ا سورس اوف وات؟ اوف كيميكال وات؟ اوف كيميكال انرجي، رايت؟ طيب فود كان بي يوزد تو جينيت وات؟ كاينيتيك انرجي، نوت اني تايب اوف كاينيتيك انرجي. رايت اوكي. يبقى احنا كده عرفنا ان السن، the energy in the sun is generated by a process called nuclear fusion. It's very important for us to understand. اوكي ماشي. The sun gives energy to the trees. اوكي and the trees give us food. Also the trees can be converted into what? The energy in the trees. ايه تاني؟ كيميكال. احنا قلنا كيميكال عبارة عن food. طب can be turned into what؟ يعني ايه other way of chemical energy؟ into cool and wood، right؟ cool and wood. cool and wood is a source of what؟ of what type of energy؟ cool and wood is a source of what type of energy؟ chemical. very good. very good. and we can use cool in power station to generate what؟ No. Cool can is used by in power station is used fin in power station. Power station to generate what? Power station generate what? Electric energy يا جماعة، ما لسه قايلينها. Electric energy. اوكي اوكي ولا نوت؟ يبقى كول از يوزد تو جنريت وات؟ كول از يوزد تو جنريت از يوزد ان باور ستيشنز. اوكي باور ستيشنز جنريتس وات؟ جنريتس الكتريك انرجي. اوكي طيب electric energy can be converted into what؟ هلا قولوا لي بقى. into sound. light sound. can be converted into light. very good. thermal. into light. exactly. thermal. sound. very good. sound. ايه كمان؟ and kinetic. kinetic. very good. like what kinetic؟ there are some electric cars. very good. again very good. airplanes.
لا احنا قلنا انرجي، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا sun gives energy to what؟ To the trees and the trees give us give it cool, to power cool and station. wood. Okay, cool and cool and is used in what? It's used in power stations. Power stations generates what? Generate electricity. But thermal cells are connected. Yes, exactly. Okay, ايه تاني؟ Electrical energy. احنا قلنا electric energy خلاص. بتجنريت وات؟ بتجنريت لايت صح، بتجنريت ثيرمال صح، بتجنريت ساوند انرجي صح، كاينيتك انرجي. قلنا هيت هي الثيرمال. ثيرمال هي الهيت. ايه تاني؟ فكروا معايا. gravitational potential. هاو؟ ازاي؟ ازاي اقدر اي يوز الكتريستي تو جنريت gravitational انرجي؟ like elevators go up. Very good, very good, very good, excellent. مين قال كده؟ أحمد محمد. Very good, excellent يا أحمد. Gravitation potential energy. طيب تمام. إيه تاني؟ في حاجة تانية؟ I think كده احنا كده جمعنا كل ال ways of energy that be generated by electricity. Okay؟ طيب يبقى احنا نعمل تاني ريكاب للكلام اللي احنا قلناه. قلنا ان الصن انرجي از جنريتد باي بروسيس كولد وات؟ نيوكليير فيوجن. ذا صن انرجي از جنريتد باي بروسيس كولد نيوكليير فيوجن. از فيري امبورتنت تو اندرستاند. صن انرجي از جنريتد ثرو ا بروسيس كولد وات يا جماعه؟ عايز اسمعكم مش حاجه. نيوكليير فيوجن. اوكي فيري جود. اوكي ذيس نيوكليير فيوجن انرجي ان ذا صن. The sun can gives its energy to the earth. The earth takes the energy in the form of in form of light. Okay, Adam, اسمع معايا. The trees generates this energy, okay, into food, okay, that can be used by us or can be generated into coal and wood. قلنا ال coal is used in power what? In power stations. Adam, اسمع معايا. Okay, ماشي. The power station generates electricity. Electricity convert energy into زي ما قلنا light, okay, thermal energy which is heat, sound energy, kinetic energy and gravitational potential energy. حد عنده سؤال في حاجة؟ No. طيب في حد حاجة مش فاهمها حابب يسأل فيها؟ طيب نحل مع بعض شوية أسئلة على الدرس بتاعنا. Mr. Do we rejoin? ان شاء الله هنعمل ريجوين كده 10 دقايق نحل فيهم اسئله علشان نعمل ريكاب للليسون بتاعنا. يلا اول سؤال. What does an energy transfer diagram show? مين يحب يجاوب؟ مستر ممكن انا اجاوب؟ اتفضل يا يوسف حبيبي. لا السؤال جنرال from your understanding مش الدايجرام. هو السؤال هنا بيعتمد على your understanding. What does an energy transfer diagram show؟ اتفضلي يا مريم. استنى يا يوسف. اتفضلي يا مريم. It can be changed into another thing. Yes, it can change, but this is not the answer. The answer of this question. The question says what? What does the energy diagram show? I want to understand what can you get from the energy diagram? Any energy diagram in general. تفضل يا ادم. The use of energy is transferred by 25% and the waste energy. You are getting closer. You are getting, but this is not the very accurate answer. But you are getting closer. Father Ahmed. The transfer of energy from one point to another. Very good. Very good, Ahmed. It shows us the transfer of energy. It shows. The transfer of, yes, the transfer of energy. From one
from one phase to another, from one phase to another, or shape to another, showing useful and waste energy. Useful and wasted energy. اوكي السؤال اللي بعديه. Draw an energy. What is a catapult? What is a catapult? I think you took it at school, right? Me, I have no, any catapult. No, what is a catapult? No, who know it? Who know it? Who took it at school? طب اجيبها لكم، حاضر اجيب لكم الصورة بتاعتها عاملة ازاي for your understanding. اهو دي اسمها كاتابولت، شفتوها؟ ياب شفت الصورة؟ ايوه شفت كتب، شفت يعني كتب بولت كده. اوكي دي اسمها ايه؟ كاتابولت. It is used in old ages, okay, to throw a payload, okay, using what? Using the a spring, some type of a spring, or what? Or an elastic rubber paper. اوكي اوكي طيب نرجع تاني للسؤال. يبقى احنا لو فكرنا كده في الصوره ديت، what does this catapult energy transfer shows؟ can I answer؟ who want to answer؟ امير اشرف اتفضلي يا امير. elastic potential yes excellent 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 very good. يبقى we can how we can draw it, we can by drawing this, we draw like this box, we can say elastic. Okay. Elastic is like, you know, you're pulling elastic like this. Yes, elastic potential energy. Okay, convert into what? Into gravitational potential energy. صح يا أمير؟ مش أنت قلت كده؟ And what? Excellent, excellent. Kinetic energy. تمام. مين يحب يجاوب نمبر 3 معايا؟ Describe the energy transfer in electric kettle, a torch, a child on a swing. استنى يا احمد، استنى يوسف شويه، انت واحمد حد جديد ما جاوبش معانا. مين يحب يجاوب؟ مين يحب يجاوب ما جاوبش معانا؟ ما حدش حابب يجاوب. اوكي اتفضلي، اتفضلي يا ادم، اتفضلي يا مريم. ادم نمبر A ومريم نمبر B واحمد نمبر C. يلا يلا يا ادم نمبر A. الالكتريك كاتل يعني اليوسفول انرجي بتاعته تبقى الثيرمال، فيري جود، ثيرمال انرجي للليكويد او ثيرمال انرجي فور ووتر. اوكي اوكي نمبر بي. اتورش. يلا يا مريم.
charges from electrical energy to light energy. ماشي، يبقى a torch light energy which is used, which is useful. okay okay number C. Yes, gravitational potential energy, okay, and kinetic energy. The swing goes up its gravitational and the motion goes back its kinetic. Excellent, excellent. Type number four. A child, يلا يا أحمد. A child in a playground climbs up the steps. أحمد محمد. أول حاجة is what climbing up steps. يبقى what يبقى kinetic energy of the child convert into what into gravitational potential energy. okay صح. because she was moving, so that movement is used to climb the steps, so the kinetic energy is converted into gravitational potential energy. she slides down and stop and the gravitational potential energy is converted into what. كم يلا يا احمد. يلا يا احمد. Kinetic energy. Yes, exactly. Like what? Like the one we saw riding a bicycle. Okay. مين يحب يجاوب معايا؟ يلا أمير. أمير رفع إيده بقى لمدة. Fill in the box to show. Sorry, يا يوسف عايز إيه؟ طيب يا حبيبي ربنا يوفقك. ماشي يا حبيبي. شكرا. Thank you يوسف. يلا يلا أمير. Chemical energy into light energy plus thermal energy. Yes, fire, light energy and thermal energy. Very good. Mean? Who want to answer? Yeah. اتفضل. Number B. Yeah. Are we riding a bike? Kinetic energy? لا. A boy riding a bike. Okay, kinetic energy. You can say kinetic energy, but I think it is chemical energy, right? Because he used energy in his foot to give him power to ride the bike. And while he riding the bike, his chemical energy is converted what into kinetic energy? Kinetic energy was similar energy, yes. Very good, very good. Yeah, number C. Can I who want to answer? Hello, Ed. Ed. انت مش رافع ايدك اصلا. Okay, chemical energy and then electrical energy then sound energy. A battery powered fan. Fan. Chemical energy. Thermal. لا دي فان، احنا نقول فان يبقى ايه كاينتيك. رايت؟ اوكي. نمبر 6. Number 6, number A. Let's say number A. Who want to answer? Plant. Choose from the list of objects to complete the energy transfer diagram below. You need to use all the words. Okay, number A. A energy into chemical energy. Plant. Plant. Very good. Plant. Number B. Radio battery port. Very good. Number C. Television. Television. Sound and thermal. Very good.
طب ثانية واحدة بقى، احنا لو خدنا نمبر بي كيميكال انرجي، يعني وات تيكس كيميكال انرجي تو كونفيرت تو ساوند اند ثيرمال ا باتري باورد راديو. فيري جود. طب وات تيكس راديو الكتريك انرجي تيكس وات تيكس الكتريك انرجي تو كونفيرت تو ساوند اند ثيرمال تلفزيون. فيري جود. اوكي اند وات How what is the sir? Me. How what what if the radio will be socket powered, like not battery powered? Will the energy change? Like yes, it won't take chemical. It will take electric. But he said that battery powered to link it with what? To link it with. Power. With chemical. فهمت؟ يعني he put this word to link it with chemical. اوكي؟ مجمع معايا؟ اوكي. نمبر 7. يعني اصلا سوري. اتفضل. You were your breakfast and worked for I think chemical energy to kinetic energy. Very good. Chemical energy to kinetic energy. Is it easy, Gamma? Yes. Okay. Number B. Can I answer? From chemical. You walk up a hill and back down again. From chemical to kinetic to okay. Gravitational forces. Very good. Chemical to kinetic energy to gravitational energy. Okay, number C. A candle burning. مين يحب يجاوب؟ chemical energy to thermal energy. chemical energy to thermal and light. thermal and light. right? number D. a loud speaker in a TV. electric energy into sound energy or thermal energy. excellent. into sound. And what and light. Okay. حد عنده سؤال؟ حد يحب يسألنا أي سؤال في المنهج؟ طيب اتفضلي هنا، رفع ايدك ليه؟ أنا بس في حاجة مش متأكدة كده أوي، هي الـ wasted energy. دي مش معناها كلها، يعني مش معناها حتت منها. الـ waste energy ما هي إلا energy is dissipated to the environment and we don't use it. We cannot use it. We don't. It is not useful for us. Okay. زي ما اديتك example كده بالـ engine بتاع العربية. engine بتاع العربية. We use the engine to make the car move. Okay. But when we stop the engine becomes hot. Do we use this energy to heat our food or we don't use it? We don't use it. Okay. Once we don't use it, it is called waste. Okay. طب يا جماعة بقى أنا كنت عايز أقول لكم على حاجة وحد فيكم فكرني. إن شاء الله هعمل لكم ريفيجن كامل على كل اليونت أو الشابتر بتاع الإنرجي، هنحل فيه إكزامبلز كتيرة جدا جدا جدا. أوكي. يوم الونسداي نكست ونسداي إن شاء الله هيبقى الديت، هعمل لكم كونفرميشن عليه. هنبقى اونلاين ان شاء الله في ميعاد هيبقى I think around 5 o'clock 6 o'clock، لسه مش محدد يعني. هنحل كل الاكزامبلز وكل الكويشنز على الشابتر بتاع الانرجي. اوكي اوكي
حد عنده سؤال في حاجة؟ اوكي يا جماعة، thank you، thank you all، باي باي، Yes. باي No. باي. No.